تفضل. حجم الخسائر الاقتصادية اللي راح يتعرض أو يتعرض إلى حاليا ميزانية الدولة العراقية من تقليل الإيرادات اللي كانت توصلنا عبر مرور هذه الطائرات. بالإشارة إلى التقرير الأخير مال شهر أيلول اللي صدرته شركة المطارات العراقية، بالتقرير مرت عبر الأجواء العراقية بحدود 600 طائرة خلال الشهر. هذه 600 طائرة، كل طائرة تمر فوق الأجواء العراقية يجب تسديد مبلغ $450 عليها. هذا المبلغ $450 حسب آلية معينة في نظام الإياتا، الاتحاد الدولي للنقل الجوي، تروح بخزينة الدولة العراقية. فنضرب 450 في 600 طائرة في 30 يوم في 12 أو في 30 يوم راح نوصل إلى رقم وقدره $8 مليون سنويا أو شهريا عفوا. هذا $8 مليون احنا فقدناها أو فقدنا 70% أو 80% بشهر 10. فإذا هو أكو هذه الجنبة السياسية والجنبة الأمنية في هذا الموضوع، موضوع التوتر اللي موجود بالمنطقة، خسر الاقتصاد العراقي مبالغ كانت تدخل للميزانية.